المحكمة الإسرائيلية العليا تؤجل البت في قرار شطب قائمة الإسلامية والتجمع. تنديد واستنكار في الشارع العربي الفلسطيني بتقرير صادر عن الخارجية الأمريكية. ورئيس الحكومة الفلسطيني المكلف يعلن العمل على تشكيل الحكومة عقب الاستماع لأولويات المواطنين. نظرت المحكمة الإسرائيلية العليا بهيئة موسعة في استئناف قدمه تحالف الحركة الإسلامية والتجمع على شطب قائمته لانتخابات الكنيسة المرتقبة عقب قرار لجنة الانتخابات المركزية، وسيعلن عن قرار المحكمة يوم الأحد القريب. وأشارت قائمة التحالف إلى خطورة الخطاب الذي دار في جلسة المحكمة، خصوصا بعد تغيير موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت الذي كان قد عارض شطب القائمة في السابق. ونظرت لجنة الانتخابات المركزية كذلك في طلب شطب ترشح عضو اتحاد أحزاب اليمين المتطرف ميخائيل بن أري لانتخابات الكنيسة المقبلة بسبب مواقفه العنصرية تجاه العرب، وسيعلن قرار المحكمة يوم الأحد أيضا. في خطوة هي الأولى من نوعها، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً أسقطت فيه مصطلح الاحتلال عن الضفة الغربية والجولان السوري، واستخدمت مصطلح الأرض التي تسيطر عليها إسرائيل، خطوة أثرت غضب الشارع العربي الفلسطيني. الأمريكان بنهجوا هلأ بنهج اللي هو تدريجي، بيبدأ أول إشي بيقولوا إحنا في صدد حديث اقتصادي أو تقارير اقتصادية، فلا حاجة في زج السياسة أو المصطلحات السياسية بالأمر، ففيش حاجة إنه نذكر الأكيوبايد تيريتوريز أو الأماكن أو الأراضي المحتلة. هذا اليوم الآن كمان شوي بصير يقولوا الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، ولاحقا سيقولوا أرض إسرائيل. من لا يملك سيعطي من لا يستحق، هاي الجملة إحنا بس خلينا نفهم منيح. أوكي، الجولان محتل، الضفة محتلة، وغزة محتلة. إذا الجيش الإسرائيلي مدام موجود هناك وماسك مفاتيح البلد سيبقى وسيظل محتل. طبعا طبيعي ضد القرارات هذه، احنا عايشين في عصر للأسف رديء، وتاريخيا معروف الشعوب بتاخذ حقها غصبا عن راس ترامب وغصبا عن راس بيبي كمان. رأي الشارع العربي يتسق تماما مع الموقف الفلسطيني الرسمي الذي جاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الذي أكد بأن هذه التسمية الأمريكية لن تغير من حقيقة احتلال الأرض الفلسطينية والعربية السورية في عام 67. على الرغم من أن هذا التقرير لا يغير الموقف الرسمي الأمريكي، إلا أنه يعتبر تغييراً خطيراً ترى فيه الجهات الفلسطينية الشعبية والرسمية توطئة لما هو أخطر في المستقبل القريب. أنا بال 2015 بنيت هنا، وبكيت محكي مع لجنة التخطيط والبناء إنهم يخالفون زي باقي الدور الموجودة هنا، ما يكل عن 400 دار. بأول 2016 عندما خلصت الدار إلا أجاني أمر هدم أهد الدار، ومعاناتي بلشت من 2016، محامية ومحاكم ومهندسين وتكاليف، وفيش أمل، مش عارف شو بدي أعمل. أنا أمن كررت أبني هاي الدار لأني عايش بمخزن، أنا أصلي عايش بمخزن وكل سنة بعمل فيه ترميمات، مش صالح للسكن لأنه كثير فيه دلوف، بتفوت مي بالشتاء، بالصيف بفوتن علينا حشرات وحشرات سامة، وعدة مرات يعني الأولاد لغدنهم لدغينهم هاي الأربعينيات، وأنا مش قادر نعيشها. أنا بنيت هاي الدار وبنيت كبير شوي مش أنا ألم العيلة، أجيب أمي مريضة اختيارة واللي أخو برضو معوق، بده مساعدة بده عناية، يعني بدنا نتكون نعيش بكرامة هنا زينا زي غيرنا، يعني مش طالب شيء ثاني. يعني من خوفي على بيتي أنا ومن التكاليف الباضة ما بقدرش اروح اشتغل برا لاني خايف على بيتي، مجبور اضل فيه موجود 24 ساعه تقريبا. هسه انا دشرت شغلي دشرت اعمالي وجبت خلكه تندر
وبلم حديد وتناتش مشان أصرف حالي وأظل أقاوم وأظل قاعد بالدار. إسرائيل اللي بدها إياه بدها تطلعنا من ديورنا، بدها ترحلنا، بدها تشتتنا. يعني أولادي هسا عم نشوفه ما لهم مش مستقبل، شاب عمره 19 سنة، يعني أخرى سنة بدي أشوف مستقبل شاب هذا حامي، بعرفش وين أروح، يطلع على تل أبيب يصور تاجر سموم بجوز يحمل حاله ويجي برا أوروبا. هاي هي مغزاها إسرائيل، يترحلنا تفتتنا، لأن أنا باني بأرضي، أرض أجدادي، ما لهم مش عندي ولا أي إشي. لو في أراضي كان اشتريت وبنيت كانوني إلي وأولادي، لو الكسب 200 300 400 ألف، هم لا بيعطونا تسطيط، بيعطوناش تسهيلات ولا بنظموا، مانعين من كل شيء، سادين من كل النواحي. يا عمي باختصار شغل ترجيح ترحيل وتهجير. بعد الليل بيجي نهار، بعد الليل في صحوة، وفي ناس كثير متضامنة معنا من رسائل، من بيجوا يتضامنوا معنا بالخيمة، بيجوا على البيوت. الحمد لله رب العالمين، بلصوا يصحوا الناس يعني الظلم اللي احنا فيه، لأن الظلم هذا مش لمحمد عودي، هذا الظلم على جميع عرب الداخل. أنا كل يوم بسمع في أوامر هدم وفي معاناة، كان بالشمال كان بالجنوب كان عندنا بالمثلث، الظلم موجود بكل بيت تقريبا. هذا أنا مش قادر أتصور أن نطلع جوا مش مليح، لأنه العواقب سيئة. أنا رايح أموت هنا قدام الجرافات، فيش حل ثاني. أنا لا حول ولا قوة، الحل عندهم مش عندي. أنا بدي أعيش ببيت هنا زي غيري. أنا بدي أموت هنا قدام الجرافات إن شاء الله، يقتلوني هنا ببيتي وبعدها يهدموا، فيش حل ثاني. يعني قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان إن إسرائيل لن تسمح بمواصلة صلاة الفلسطينيين في مصلى باب الرحمة، مشددا على ضرورة ما أسماه بمنع أي تغيير في المسجد الأقصى وإقامة مسجد آخر. وتصاعد التوتر في البلدة القديمة في القدس المحتلة منذ فتح مصلى باب الرحمة بعد أن أغلقته سلطات الاحتلال في عام 2003، فيما لم تصدر المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا بإعادة إغلاقه. في غضون ذلك تستمر اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم أكثر من 200 مستوطن باحات المسجد تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. في موضوع إنهاء الانقسام هناك اتفاقيات وقعت. قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد شتية إن الحكومة الجديدة للكل الفلسطيني ومفتوحة للجميع، وسيتم تشكيل برنامج يضم أعضاء من كافة المحافظات الفلسطينية وفصائلها خلال 3 أسابيع بعد الاستماع لأولويات المواطنين. وأعلن شتية بأنه سيتم العمل على بدء المشاورات والاجتماعات وتقديم مقترحات الأسماء للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف على تحمل المسؤولية في التوجه لجميع الأشخاص الذين يعملون من أجل المصلحة الفلسطينية والاستماع إلى وجهة نظر الفصائل التي تمانع الانضمام إلى الحكومة. الانتخابات تحتاج إلى موافقة من الإسرائيليين. للسنة 15 على التوالي ينظم معرض الكتاب الأضخم على مستوى البلاد. تحت شعار التوسع بالعلم والمعرفة يزيد الإنسان ثقة بنفسه، شعار يرى به القائمون على المعرض أمرا واقعا ومثالا حيا. الكتاب هو الركيزة الأساسية في الثقافة مهما تطورت الوسائل التكنولوجية والإلكترونية، فالكتاب هو حجر الرحى في عالم الثقافة في شتى المجالات. دور نشر عديدة اللي هي بتواكبنا بشكل دائم بالمعرض، إصدارات اللي هي طبعا حسب الطلب من الأهل لكتب الأطفال اللي فيها كمان دمج لمجموعات من أسئلة فهم المقروء اللي جدا بتساعد الأولاد. تعمل دار العلم والمعرفة على تنظيم هذا المعرض المتنقل كل عام، وتكمن أهميته بتشكيله نافذة تتيح للآلاف من القراء وطلاب المدارس باختيار ما يطيب لهم أو يلفت نظرهم من كتب محلية وعربية أو حتى عالمية. إقبال كتير مشجع ورائع،
بنلاحظ احنا بشكل عام بمعرضنا اقبال رائع من قبل جمهور القراء، وخصوصا كمان بمعرضنا السنوي هنا بقاعات ليالي بعلبك بكفر ياسيف. بندعو طبعا الجمهور الاهالي يجيبوا اولادهم يطلعوا على الكتب وكميه الكتب الرائعه الموجوده هون بالمعرض. يضم المعرض في جنباته انواعا مختلفه من الكتب، فمنها ما يدور حول قصص الحب والعشق، وثمة ما يناقش القضايا الاجتماعية والسياسية، إلى جانب الكتب الثقافية والعلمية، فضلا عن الشعر والأدب. قصص وروايات وكتب تحظى بإجماع بشأن دورها في توسيع الآفاق والتنوير والإثراء. العشرات من المبادرين وأصحاب المصالح التجارية شاركوا بمنتدى الأعمال الذي بادر إليه معوف وقسم التطوير الاقتصادي في مجلس كسيفة بالنقب للاستفادة من المحفزات وصناديق التمويل. أهم هذه الأمور هي أولا تقوية المحل التجارية، ثانيا الدعاية على أساس أن كل محل تجاري يكون الشعب والسكان يعرفوا المحل التجاري هذا، زي موقع فيسبوك أو بوستات، على أساس أن كل مواطن في البلد يعرف كل محل تجاري وين موجود. إشراكهم في القرارات، في الاتخاذ، في الأفكار، ومساعدتهم. كمان أحد أهداف المنتدى هو إنه هذول الأصحاب نفسهم يتعلموا آليات، ونعطيهم أدوات وآليات لتطوير أنفسهم وتطوير أعمالهم. اللقاء جاء لإطلاع أصحاب المصالح التجارية على الخدمات وأدوات المساعدة التي توفرها وزارة الاقتصاد والصناعة لتعزيز أعمالهم وضمان تطورها وازدهارها من خلال مراكز معوف ومركز الاستثمارات. بناء منطقة صناعية في قرية كسيفة مما يعزز أيضا بناية المصانع، وأيضا بشرى أنه في السنوات القادمة القريبة بإذن الله سيكون مصنع كبير جدا لأحد الشركات في قرية كسيفة لتوفير أماكن عمل لأهالي هذه المنطقة. هناك إشكالية في هذا المجال، الكثير من الأهالي يذهبون إلى خارج البلدة من أجل التسوق، وقد تكون هناك بعض الأسباب محقين بها، ولكن نحن بمس الحاجة أن نعمق مفهوم أن أبناء البلد ومصالح التجارية في البلد أولى من غيرها، من أجل أن تنتعش البلد على كافة المستويات. في ظل إغلاق العشرات من المحلات سنويا في النقب، يرى اقتصاديون أن المرافقة لأصحاب المصالح التجارية وتوجيه المبادرين للقروض المعروضة من صناديق التمويل قد تساهم في استمرارها. قال جون بيركو رئيس البرلمان البريطاني إن الحكومة ستقترح يوم الخميس السعي لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى 30 من يونيو حزيران إذا أقر البرلمان اتفاقا للخروج بحلول 20 من مارس آذار. وأضاف بيركو أنه إذا تم إقرار الاتفاق بحلول هذا التاريخ فسوف تسعى الحكومة للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمديد استثنائي لفترة تنتهي في 30 من يونيو حزيران 2019 من أجل إقرار التشريع اللازم للخروج من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان الخميس على تمديد محتمل، حيث ستقول الحكومة أيضاً إنه إذا لم يوافق البرلمان على اتفاق بحلول 20 من مارس آذار سيكون من المستبعد أن يوافق التكتل على أي تمديد خلال قمته في 21 و22 من الشهر نفسه دون مبرر محدد لذلك. كان المشرعون البريطانيون قد رفضوا الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في أي حال من الأحوال، وذلك في تصويت غير ملزم أجري يوم الأربعاء سيزيد الضغط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي لاستبعاد ذلك الخيار. وصوت المشرعون بأغلبية 312 صوتا مقابل 308 لصالح تعديل طرحته مجموعة من المشرعين يطالب الحكومة باستبعاد الخروج دون اتفاق. وحذرت ماي من أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيتأجل لفترة طويلة إذا لم يتوصل المشرعون إلى اتفاق على التمديد في الأيام المقبلة. وعرفت ماي أن التمديد لفترة طويلة سيلزم بريطانيا بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي في مايو أيار. وفي حالة عدم الاتفاق سيكون الحال هو خروج بريطانيا من أكبر تكتل تجاري في العالم دون اتفاق، وهو سيناريو يحذر قطاع الأعمال من أنه سيشيع الفوضى في الأسواق وسلاسل التوريد.
ويقول منتقدون آخرون إنه قد يسبب نقصا في الغذاء والدواء. مئات من المعلمين الجزائريين خرجوا إلى الشوارع يوم الأربعاء مطالبين بتغييرات سياسية فورية بعدما أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لفترة رئاسية خامسة، لكن دون أن يعلن تنحيه عن السلطة. ومن جانبه قال أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع لتلفزيون النهار إن الجيش سيحافظ على أمن البلاد مهما كانت الظروف والأحوال. بوتفليقة المريض الذي يبلغ من العمر 82 عاما استجاب يوم الاثنين لمظاهرات حاشدة بدأت قبل أسابيع ضد حكمه المستمر منذ 20 عاما ووعد بالانتقال إلى قيادة جديدة، لكنه أجل انتخابات كانت مقررة في أبريل نيسان، مما يعني أنه سيبقى في السلطة لبعض الوقت على الأرجح. وقالت مصادر حكومية وسياسية لرويترز إن من المتوقع أن يشارك الدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي وممثلين عن المحتجين في مؤتمر يرسم مستقبل الجزائر. وقال بوتفليقة إنه يجب أن ينهي أعماله بحلول نهاية 2019. وقال مصدر حكومي إن الإبراهيمي وهو وزير خارجية سابق ومبعوث خاص سابق لدى الأمم المتحدة من المتوقع أن يرأس المؤتمر الذي سيشرف على انتقال السلطة ووضع دستور جديد وتحديد موعد الانتخابات. وطالبت الحشود التي عادت للتظاهر في الشوارع يوم الثلاثاء باتخاذ إجراء سريع، مما يعكس الشكوك بأن الحرس القديم ربما يسعى إلى إضعاف وتقسيم الحركة الاحتجاجية. وتزايد شعور الجزائريين بالضجر من الرئيس المريض وغيره من قدامى المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، والذين يسيطرون على بلد يعاني من ارتفاع معدل البطالة وسوء الخدمات وتفشي الفساد. وذكرت مصادر سياسية أن اتصالات تجرى في الوقت الراهن مع مجموعة من قدامى المحاربين البارزين الذين قد يشاركون في التغيير السياسي، ومنهم جميل بوحيرد وزهرة ظريف بيطاط. المحكمة الإسرائيلية العليا تؤجل البت في قرار شطب قائمة الإسلامية والتجمع. تنديد واستنكار في الشارع العربي الفلسطيني بتقرير صادر عن الخارجية الأمريكية. ورئيس الحكومة الفلسطيني المكلف يعلن العمل على تشكيل الحكومة عقب الاستماع لأولويات المواطنين.